الإمارات وعلوم الفضاء. لإرضاء شغف الاستطلاع ولإشباع نهم الاستكشاف لا بد من البحث بعيدا، وهذا ما يدفعه غموض الكون وشساعته. عملية إشراك المهتمين والطلبة في استكشاف الفضاء عملية تؤتي ثمارها وتعد بمستقبل يكتشف المزيد من الآفاق الغامضة. بدأ إدراج علوم الفضاء في المناهج الدراسية والجامعية تماهيا مع رؤية الإمارات التي تضع نصب عينيها تحقيق التقدم العلمي والمساهمة الفعالة في المعرفة الإنسانية. لذلك ربما يتساءل البعض عن ماهية هذه الجامعات وعن العلوم التي أدخلت في مناهجها التعليمية أيضا. في دولة الإمارات تخضع الجامعات للتطوير المستمر من خلال تجديد المناهج واستحداث الكليات والأقسام المتخصصة في علوم الطب والأحياء والفيزياء الفلكية والعلوم الفضائية بكافة أفرعها. من أهم تلك الكيانات التعليمية جامعة الإمارات في العين، جامعة نيويورك أبوظبي، والجامعة الأمريكية في الشارقة. تكرس هذه الصروح العلمية مناهجها وكلياتها من أجل بناء جيل قادر على التميز والمساهمة في العلوم المختلفة. مؤخرا على سبيل المثال أسست هذه الجامعات مراكز بحوث ومختبرات متطورة لإجراء الأبحاث العلمية المتعلقة بالفضاء، ما أدى بالتالي إلى جذب الكثير من الطلبة إلى هذه الاختصاصات التي تعد بالنسبة لهم ضربا من الخيال الممزوج بغموض الحقيقة. شكل هذا الاستقطاب مرحلة جديدة تسهم فيه دولة الإمارات في المعرفة الإنسانية، فضلا عن تطوير قطاعات التنمية بكافة أشكالها، والذي يعود بالتالي بالنفع الاقتصادي والمجتمعي والعلمي كذلك على الدولة وعلى البشرية جمعاء. من ضمن أهداف وكالة الإمارات الفضاء هو دعم التعليم الفضائي ودعم مفهوم البحث والتطوير. مثل ما نعرف أن الفضاء يعني مجال خاص للبحث والابتكار والاختراع، لأن نحن لازلنا نجهل الكثير عن الفضاء. فمن ضمن هذا المبادرات والبرامج اللي تقوم بها وكالة الإمارات الفضاء اللي هو العمل مع القطاع الأكاديمي في الدولة. التعليم الفضائي في الدولة ولله الحمد يعتبر من الأفضل، لحيث لدينا تقريبا اليوم 3 جامعات توفر تعليم فضائي ودرجات علمية في مجال الفضاء. فجامعة الإمارات اليوم تعمل على تأسيس برنامج تعليمي مسار في مجال الفضاء، علوم الفضاء، بكالوريوس وأيضا يعني ماجستير في علوم الفضاء. كذلك أيضا جامعة الشارقة حاليا بدأت يعني مسار درجة علمية في قانون الفضاء والطيران. وكذلك أيضا جامعة خليفة توفر درجة الماجستير في علوم الفضاء في معهد مصدر. للأمانة أصبحت الدولة ولله الحمد يعني مركز إقليمي للتعليم الفضائي، ونحن يعني نفتخر بدورنا في هذا الجانب، الجانب العلمي الذي يعني يوسع المدارك وفي نفس الوقت يعني يساهم في تطوير العنصر البشري استعدادا للمستقبل. في عام 2016 تم توقيع اتفاقية بين جامعة الإمارات والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصال لإنشاء المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء. منذ ذلك الوقت أصبحت أحد أهم الصروح العلمية المحلية التي تجمع الكثير من الاختصاصات والكليات بما يتناسب مع تطلعات الدولة. وأصبح المركز الوطني لعلوم الفضاء وتكنولوجيا الفضاء يضم أعمالا علمية بحثية ويقود أبحاثا استكشافية للفضاء. المركز الوطني للعلوم وتكنولوجيا الفضاء وبالتعاون مع كلية العلوم قامت بتأسيس مجموعة بحثية من الباحثين والطلبة الذين سيكونون نواة لعلماء
المستقبل ولدفع البحث العلمي في جامعة الإمارات العربية المتحدة. نفخر اليوم في جامعة الإمارات أن هناك 25 عالماً وباحثاً من لهم صلة بعلوم الفضاء، وهذا ما يؤكد وجود بنية متكاملة في جامعة الإمارات للمساهمة في الدفع بالبحث العلمي في مجال علوم الفضاء. أسست جامعة الإمارات في مدينة العين، وقد توسعت منذ ذلك الحين من جامعة تضم 4 كليات هي العلوم والتربية وإدارة الأعمال والاقتصاد والعلوم الإنسانية والاجتماعية، حتى أصبحت مع السنوات 9 كليات، بإضافة كل من تكنولوجيا المعلومات والطب والصحة، فضلاً عن الشريعة والقانون والعلوم الزراعية والهندسة. يدرس في جامعة الإمارات أكثر من 13,000 طالب، وتهدف الجامعة إلى تزويد قيادات المستقبل بالمعرفة في جميع القطاعات الاقتصادية. تضم هيئة التدريس 672 عضواً من الأساتذة والأساتذة المساعدين والمحاضرين. تحتل جامعة الإمارات المركز الخامس عربياً، كما تضم أكثر من 76 جنسية تدرس فيها، إضافة إلى 9 مراكز بحثية ذات مستوى عالمي. ولكن السؤال، ما هي أهداف هذا المركز العلمي المختص بأبحاث الفضاء؟ الهدف الأساسي من إنشاء مركز الفضاء في جامعة الإمارات هو إنشاء مركز متخصص للعلوم والتقنيات في مجال الفضاء، وطبعا هناك أهداف أخرى بحثية علمية، وهو تطوير البحث العلمي في دولة الإمارات في خاصة في مجال الفضاء. هناك أيضا عدد كبير من الأبحاث اللي بدت فيها بدأ المركز بالتعاون مع جهات أخرى في جامعة الإمارات، مثل قسم علوم الفلك، قسم الفيزياء، قسم الرياضيات. فهناك يعني قمنا بعدد من المشاريع المشتركة في الوقت الحالي. يتمحور عمل المركز بمجمله كهدف أساسي حول اتصالات الأقمار الاصطناعية وعمليات الاستشعار عن بعد، فضلاً عن تكنولوجيا الفضاء. ويشكل المركز رافداً لا يستهان به يدعم خطط الدولة الاستراتيجية في تطوير علوم الفضاء وتحقيق تطلعاتها في هذا المجال الرحب. تقوم جامعة الإمارات متمثلة بالمركز الوطني التابع لها في تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة ذات التخصص العلمي، والتي من شأنها تحفيز الطلبة وإثراء معارفهم وتوسيع مداركهم العلمية. جزء أساسي من أهداف المشروع إنه نحاول نخلي الطلاب في جامعة الإمارات يشاركوا في برنامج البحوث بتاع المشروع، وده عنده هدفين. الهدف الأول إنه نبني نوع من الحماس والاهتمام وسط الطلاب بعلوم الفضاء وبالتحديد كوكب المريخ. الهدف الثاني إنه نبني قاعدة بالنسبة للطلاب اللي عندهم معرفة ودراية بأبحاث الفضاء، أساس إنه إن شاء الله كل الطلاب ديل بعد سنتين ثلاثة أربعة حيتخرجوا من الجامعة وحيكون عندهم المعرفة الكافية على أساس يساهموا في برنامج أبحاث الفضاء على مستوى دولة الإمارات. لا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل أن العديد من المراكز البحثية الفضائية أنشئت في العديد من الجامعات كالجامعة الأمريكية في الشارقة على سبيل المثال. هذه الجامعة من أهم وأعرق الكيانات العلمية الأكاديمية التي أدرجت دراسة علوم الفضاء والفيزياء الكونية في مناهجها التعليمية، خاصة تلك التي تتعلق بفيزياء الكون. هكذا تم استحداث المركز في هذه الجامعة. أصبح المركز في الجامعة الأمريكية في الشارقة قبلة للمهتمين والباحثين من الطلبة لاستكشاف الكون ولتسخير قدراتهم العلمية في البحوث العلمية التي تقودها الجامعة. علم الفضاء بشكل أساسي هو علم متعدد المجالات، فهو يعني هو مثال واضح وصريح على التعاون والتعاضد بين مجالات وتخصصات مختلفة. فهنا في علم الفضاء تحتاج إلى العلوم الفيزيائية وتحتاج إلى علوم الرياضيات والتحكم وعلوم الهندسة المتعددة، فتحتاج
حقيقة إلى مثلا مهندس كهرباء، تحتاج إلى مهندس تحكم، مهندس ميكانيك، تحتاج إلى فيزيائي. وبالتالي عندما يتم تدريس علوم الفضاء قد لا يكون هناك تخصص بعلم الفضاء، بقدر ما أنه قد يأخذ مثلا الشخص أو يعني يدرس مساقات متنوعة في كلية الهندسة في تخصصات مختلفة. تقع الجامعة الأمريكية في الشارقة على بعد 16 كيلومتراً من وسط مدينة الشارقة، وعلى بعد 25 كيلومتراً من دبي، وتأسست سنة 97 على يد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. تعد الجامعة من أهم الصروح العلمية والأكاديمية في الدولة لما تضمه من اختصاصات متنوعة تعدت 25 تخصصاً من العلوم الإنسانية والآداب إلى الأعمال والهندسات، وصولاً إلى الفيزياء والعلوم الحيوية. تضم الجامعة الأمريكية في الشارقة في صفوفها طلبة من مختلف الجنسيات، وهي من أكثر الجامعات استقبالاً للطلبة الدوليين، حيث تصل أعداد الجنسيات فيها إلى أكثر من 100 جنسية. أما الطاقم التدريسي فهم من أهم الكوادر التي تمرست في الجامعات العالمية كجامعة بريستون وكامبريدج وييل وأكسفورد. أما مكتبة الجامعة الأمريكية في الشارقة فهي واحدة من المكتبات الرائدة في المنطقة، وتوفر مجموعة من الخدمات والبرامج لدعم احتياجات المناهج الدراسية والبحثية للمجتمع الجامعي. مكتبة الجامعة الأمريكية تقدم 140 محطة عمل للكمبيوترات، و 141 ألف كتاب، و 220 ألفا من الكتب الإلكترونية، إضافة إلى 50 قاعدة من قاعدة البيانات، مع الوصول إلى 26 ألف دورية إلكترونية. الآن في الدولة هناك توجه للتركيز على علوم الفضاء، هناك في برنامج فضاء وفي مجموعة مراكز فضاء تسعى إلى تعزيز تدريس علوم الفضاء وإعداد كوادر بشرية مواطنة لخدمة مشاريع الدولة الكبرى فيما يتعلق بالفضاء. فمثلا عندنا المختبر للاتصالات، هذا المختبر فيه محطة أرضية، هاي تم بإنشائها بالتعاون مع مركز محمد بن راشد لعلوم الفضاء، وكانت كانت جزء من مشروع إرسال أول قمر صناعي مكعب أو مانومتري للفضاء قبل يعني بحدود العامين، وكان الهدف الرئيسي منه هو تشجيع الطلاب على الانخراط في دراسة علوم الفضاء وعمل مشاريع مرتبطة بعلوم الفضاء. في سبتمبر سنة 2014 انطلق مشروع تصنيع أول ساتل مكعب في مختبرات الجامعة بالتعاون مع مركز محمد بن راشد لعلوم الفضاء، حيث تم اختيار 7 طلبة باختصاص الهندسات وبإشراف هيئة التدريس والمهندسين في المركز. تم تصميم وتصنيع أول نانو ساتل في الجامعة وأطلق عليه نايف 1. كان القمر الصناعي بحجم 10 سنتيمترات في 10 سنتيمترات، إلا أنه يتمتع بكافة وظائف القمر الصناعي التقليدي. كان من المدهش فعلا مدى تقدم الطلاب، حيث حددوا المهمة والأجزاء المختلفة ليتم تضمينها في التصميم النهائي، كما اضطروا إلى العمل على تركيب المحطة الأرضية في الجامعة ليتمكنوا بالتالي من مراقبة القمر بعد إطلاقه. لأن اهتمام دولة الإمارات في علوم الفضاء يزيد على 4 عقود، أدرجت جامعاتها علوم الفضاء في مناهجها التعليمية لتعريف الطلبة بهذه العلوم ولإشراكهم في عوالم الاستكشاف الفضائي.
الحركة البحثية والعلمية في دولة الإمارات لا تتوقف عند هذا الحد، فقد استقطبت العديد من الجامعات العالمية، من آخرها على سبيل المثال جامعة نيويورك أبوظبي. الأهداف من إنشاء فرع لجامعة نيويورك في الإمارات عديدة، ولعل من أهمها إحداث نقلة نوعية في التعليم ومواكبة التطور العلمي العالمي. Our university has a strong involvement in space science because, as I was saying, we have a strong physics program in which many of us are studying somehow subjects related to space science. We also have a quite strong involvement with the local space agency and the UAE Space Agency and the Mohammed bin Rashid Space Center. We have projects ongoing with them, and namely the project of the students' project named RAD is actually done in collaboration with the United Emirates Space Agency. We try to, as a university, we try of course to have links with local institutions because it is true that we are an international university, but we want to have strong links with the country, with the United Arab Emirates, which is a great country launched towards the future, and which actually space science is taking a strong importance because it's not only a way to do great science, but it's also a way to establish a very strong technology platform. Because if you are able to send something in space, it means that your technology is mature enough to do so, and it means it puts you on the map. Because again, it's not easy, it's not cheap to send something in space, something which is working and sending actually data to ground. في أكتوبر سنة 2007 أعلنت جامعة نيويورك عن نيتها لفتح حرم جامعي كامل في أبوظبي. تم التخطيط للحرم الجامعي في أبوظبي من قبل جامعة نيويورك، وجاء التمويل الرئيس من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. تم افتتاح الجامعة للمرة الأولى سنة 2008، وعقدت الجامعة منذ حينها عددا من الفعاليات العامة كالمؤتمرات الأكاديمية وحلقات العمل. تخطط الجامعة لزيادة عدد طلابها إلى 2000 طالب، كما وتعمل على فتح كلية للدراسات العليا وجعل الجامعة مقرا للبحوث العلمية. إن أهمية دراسة علوم الفضاء في جامعة نيويورك لا تقل أهمية عن الدراسات الأخرى في الجامعة، فهذا الكيان العلمي يعد أحد أهم الصروح البحثية في العالم، ولذلك تم إدراج علوم الفضاء ودراساته في الجامعة بإنشاء مركز لجمع البيانات وتحليلها. We have several Emirati students who are interested in building detectors to study sources of gamma rays in outer space and also here. So lightning produces gamma rays. Even though humanity has been seeing lightning since humanity started, we still don't understand how lightning happens. How do you get the high electric potentials, the voltages needed to generate lightning? We don't know. One way of studying that is lightning sometimes produces bursts of gamma rays. They're called terrestrial gamma ray flashes. We don't see them on the ground because that light is absorbed by the atmosphere. But above space, you can actually detect gamma rays coming out from these lightning bursts. But how often they happen, what produces the gamma rays, don't know. So there are some professors and Emirati students here working on building a detector to actually go around the Earth measuring the gamma ray production from these lightning strikes. تجري الجامعة الكثير من الأبحاث وتقود دراسات هامة في عوالم الثقوب السوداء والمواد التي تتدفق من تلك الثقوب. مؤخراً قدمت الجامعة ورقة بحثية تم استعراضها في مؤتمر علمي في أوروبا. تحدثت تلك الورقة البحثية بشكل رئيس عن الثقوب السوداء ونظرية تتنبأ بوجود مواد تتدفق منها إلى كوننا هذا. تلك المواد تحمل تأثيرات متعددة
ما زلنا نجهل الكثير منها. من ضمن الأشياء اللي إحنا ندرسها أو تابعة البحث مالنا إن إحنا نقوم بدراسة الثقوب السوداء متوسطة الحجم، لأن علشان ندرس الثقوب السوداء هائلة الضخامة نحتاج عبارة عن يعني ملايين من السنين، وهذا مش الهيومن سكيل مالنا. فإحنا نقوم بدراسة الثقوب السوداء اللي تتراوح يعني تغيرها أو فعاليتها من يعني كم أشهر لسنة مثلا. البحث قائم وباقي له سنة تقريبا، هو بالتعاون أو من منحة من محمد بن راشد سبيس سنتر، مركز محمد بن راشد للفضاء، وإحنا نقوم بالتعاون معهم ويشوفونهم النتائج اللي إحنا نتوصلها خلال مثلا كل 3 شهور نروح ونراويهم البيانات اللي عندنا والنتائج اللي توصلنا لها. هذه الصروح العلمية في دولة الإمارات تعد محركاً كبيراً للحركة الثقافية والعلمية في الدولة، والتي من شأنها الارتقاء بكافة ظروف الحياة في الدولة. تولي دولة الإمارات الأهمية الكبرى للتعليم وللبحوث العلمية المتعددة في كافة المجالات، وبالنتيجة ستكون الإمارات مساهماً فعالاً في الحركة العلمية والعلوم الإنسانية على مستوى العالم.